دوري نجوم كيوبي يواجه فريق نادي الشمال فوز واحد بالنسبة لدوري نجوم كيوبي. رابع مباراة بالنسبة ركلة جزاء واحدة دون أن يتدخل الفار بالنسبة لمواجهة المدربين البرازيلي سيرجيو فارياس ضد المغربي هشام جدران. بالنسبة فقط 5 أندية حتى اللحظة هذا ولا هذه المباراة بين الفريق نقاط 5 أندية حتى اللحظة. ميدينا إسكوبار الجلادياتور الكولومبي واحد من 2 كولومبيين رودريغيز لأن يكون حاضرا. هذا سوروكوما وهنا سيرجيو فارياس يتابع في مباراة الليلة في مواجهة المغربي هشام جدران المدرب الذي بالتأكيد هو معروف قبل أن يتواجد في الدوحة منذ العام 2018-2019 مع فريق نادي الشمال، لكن قبل ذلك العديد من المحطات العربية والخليجية كان حاضر من خلال هشام جدران. هنا التدخل فيه مع جيرمي نويجر لاعب من كوراساو. لعبت الكرة عاد من جديد لمروان شريف حارس المرمى. كوراساو الجزيرة المتواجدة في الكاريبي تتبع الاتحادات الكونكاكاف. كوراساو كلمة بورتوغيز برتغالية تعني القلب، وبالتالي من ياتي جيرمي نويجر الفتى الذي ولد في هولندا وبدا مع سبارتا روتردام منذ الموسم الماضي من المستمرين مع أبا فيصل في فريق نادي الشمال. لعبة الكرة خليفة سعد صراع مع عمر يحيى تذهب الكرة إلى ناصر النصر تخرج إلى خارج أرضية الملعب. ضغط كان حاضر من عاطف محمد من جانب نادي الشمال سبق لهما أو من جانب نادي المصال سبق لهما اللعب مع فريق نادي الشمال. بدايات علي فريدون كانت في الشمال. عمر يحيى بالراس المواجهة جاسم الهيل أمجد عطوان حاضر في أرضية الميدان في دائرة المنتصف. ضغط عديدة في الكرة العراقية من كربلاء لمصلحة فريق نادي الشمال. أيمن عبد النور يعترض الخطأ لأيمن عبد النور. لا فيصل هو أنا أتكلم ما حد الشمال وعاد بعد غياب طويل بكل صد داخل منطقة الجزاء من أجل إعادة تلك الذكريات بالنسبة لفريق نادي الشمال. تمرير الكرة لكنها بهذا الشكل ذهبت إلى خليفة أبو بكر مثل محمد عيسى المهيزع محمد عيسى الجبيسي مرحوم سعيد غلام كان في حراسة المرمى. صبحي عادل صالح عيد ما يخرج دائما الخروج من منطقة الجزاء بحث عن كرة مرور كرة خطيرة مع تقدم الحارس مرمى خالي ممكن إسكوبار سهل لعبة الكرة خطيرة من جديد ميدينا يعيد الكرة لحسن يزيد يسدد الله ريح الشمال حان موعد الهبوب للعصف بآبار الصقور مع نهاية أحداث شوط المباراة الأول. محسن اليزيدي أقصرهم أمكرهم أخطرهم يسدد في مرمى أطولهم في اللقطة الماضية. شوف الإعادة محسن اعتادت أقدامه على أرضية استاد خليفة للمباراة الثانية على التوالي. هوبا يسجل هدف الثاني على التوالي في دورينا هدف فريق نادي الشمال الأول. لعبت التبريرة من ميدينا إسكوبار وهوب بقدم اليمنى يسجل في شباك خليفة. الكرة إسكوبار بالكعب يلعب الكرة لناصر ناصر يتقدم ناصر لعب الكرة أمجد عطوان غادر أيمن حسين بقي أمجد عطوان في المواجهة القادمة بذات المواجهة العربية هنا في الدوحة ضد المنتخب اللبناني ومن ثم المنتخب الإماراتي. مواجهات على المحك في تصفيات كأس العالم قطر 2002. بالنسبة للمصلي يتقدم يلعب الكرة لكنها تبعد من ياسين يعقوب للأمام من عبد العزيز متولي. الكرة العكسية الآن داخل منطقة سعود فرحان في التسلل لكن مروان شريف أعلى من الجميع يمسك بالكرة الماضية. شريف حراسة المرمى هنا هشام جدران المدرب طارق شريف دوري أبطال. خذ كورة ولعبة خذ كورة ولعبة من المغرب. بداياتها على مستوى اللعب في التدريب كانت المحطات الأبرز في الفتح الرباطي. الدوري العماني كانت لها أيام مع النهضة مع الطليعة مع فنجة فنجان
جهات هشام جدران المترقب المتحفز للانتصار هو الثاني هذا الموسم. لحسن خيط هو الأكثر تحركا بالنسبة لفريق نادي المصر. هون الحديث سيرجيو فاريس تحدث مع مساعده، يرى صعوبة الموقف. هشام جدران يرى بأن الوقت يمر ببطء. خليفة يتعالج خارج الملعب، والقادم هو عماد ناصر مع أمريكا ديكالي. محطات بالنسبة لإسكوبار، تمريرة خاطئة في محاولة الحصول على الكرة. ناصر النصر تلعب الكرة من نويجر، الوان تو بشكل ممتاز جدا. محسن يزيدي يمرر الكرة عبر الجهة اليسرى، وسط هنا التسديدة من إسكوبار. أحضان خليفة عبد النور يهاجم المصلال، يسيطر المصلال على مجريات الأمور، يتبادل اللاعبون كرات. يزيدي تقطع الكرة من عاطف محمد، تعود الكرة الآن من قبل إسكوبار في وسط الملعب، يحاول خروج الكرة. برافو أمجد بين ثلاثة لاعبين، نصل إلى ناصر. نصر مع الكرة في المنتصف إلى جيرمي نويكر. نويكر عبر الجهة اليسرى، عبد العزيز بتولي با فيصل، شوف فيها ربنا رقابة المدافعين للأطراف. يقود هجمة الآن في منتصف الملعب بالنسبة للفريق الشمالي، تبعد الكرة من دفاع فريق نادي مصلى، عادت من جديد في دائرة المنتصف، يهاجم فريق نادي الشمال. التفكير بالتسديد من مسافة بعيدة.